وفي الآخر أتمنى ملتقانا هذا يخرج بعين الاعتبار. اللهم احفظ هذا البلد واجعلها آمنة بالأمن والاستقرار كما وعد سيدنا رئيس الجمهورية الوصول إلى بلد الأمان بالأمن والاستقرار، واحفظ أمننا الوطني بإشكاله ومؤسستنا العسكرية الجيش الوطني الشعبي سديد الجيش التحرير الوطني العمود الفقري لحماية الجمهورية من يد الزملاء والخونة وحماية حدودها لكل من تسول له نفسه كان من قريب أو من بعيد أو ما هنا قدامنا قريب. الجزائر بخير والحمد لله، ولا نطول عليكم مثل الكلمة انت رئيس الجمهورية في مدينة وهران.